تدري من جازرنا اليوم البيت؟ مين؟ رحمة وامها واخوك فيصل. كيف؟ وعساك سمحتي لهم يدخلون عند ابوي؟ ليش ان شاء الله ما اسمح لهم يدخلون على ابوك؟ شو المشكلة يعني؟ لا وبشرك ابوك وفيصل تصالحوا وابوك سامح الحمد لله يا رب. الله يهديك يا خالتي. كيف تدخلينهم علي وانت تعرفين صحته تعبانة؟ وهم تعرفين بسوالف رحمة وفيصل. وانت ما تعرفين تكونين محض الخير؟ ولا ما تبين الخير لحد؟ هذه جزاتي يعني؟ ايش قلت انا؟ كل همي على صحة عمي. لا الحمد لله، صحة عمك جزينها صارت، خصوصا يوم عرف ان رحمة حامل، الحمد لله. ول ممدة حامل؟ الله اكبر. الله اكبر، قول لا اله الا الله ما شاء الله. شلون تسمحين لهم يدخلون على ابوي؟ يعني ما انت عارفة وضع ابوي الصحي. قلت لك اخوك وابوك تصالحوا. لا بزيدك من شعر بيت. أخوك الحمد لله بيرجع يشتغل معك في المعمل والمحل. يخسي ويعقب هالسفلة شريك سلطان ما بقى له هي بيجي يرجع مرة ثانية المحل. شلون تفهمون؟ فيصل ما يشتغل مع سلطان. سلطان واحد كذاب مجرد باع للتصاميم اللي أبوك ما أخذها. لا تخل واحد مثل سلطان يفرق بينك وبين أخوك. والله ما يرجع المحل لو يحب السماء من النهاية. مو على كيفك. فيصل له حصة مثل حصتك بالضبط. شفت؟ شفت كلامي؟ شفت الاستغلال اللي على أصوله؟ شفت رحمة وأمها الحية؟ وانت يغافل لك الله تقدر ولا تعرف تاخذ نفس الهبرة اللي خذوها؟ هذه من زيارة واحدة بس، زيارة واحدة تمسكنت فيها وطلعت لها ببيت. آخ آخ خلف الله علي أنا يوم أهلي يرممون بيتهم ما شفت ريال واحد لا منك ولا من أبوك. اسكتي يا بنت الحلال اسكتي اسكتي. قسم بالله احس راسي بنفجر، ابي افكر ماني بقادر كذا. خلاص كل احلامي طارت، كل الخطط اللي انا جالس ارسمها واسويها جاء فيصل طيرها اخذها بارده مبرده. يا القهر والله. رحمه ما هي بسهله هذه، وما بعد تسكن في البيت وخذت لها كل هذا القد. اجل لو سكنت ايش بيصير؟ يا رب صبرني يا رب صبرني. نواف اطلع المعمل بسرعة ترى ما بقى وقت. يلا فيصل. هلا. تقدر انت بعد تروح، انا بجلس هنا لما اقفل حسابات كاملة. لا نقفل حسابات سوا نطلع سوا عادي. لا لا يا ابوي خلاص توكل على الله، لانه شغلتي طويلة والحسابات بتاخذ مني وقت مو بسيط. ابوي مو موجود، انا بمسك مكانه اداوم دوام كامل ما عندي مشكلة، نخلص سوا عادي. ما حد ياخذ مكان ابوي. واذا كانك تبي تقعد بذا اقعد على تصاميمك والامور اللي تفهم فيها وتبخصها. اما شغله الحسابات والامور المعقده اللي فيها وجع راس اطلع منها. ليش ما تبغاني اتدخل في الحسابات؟ في شيء مخبيه انت؟ كانك تتهمني بشيء. ليش شايفني حرامي مثلك ومثل عقب؟ جيب طاري زوجتي على لسانك؟ لا قصلك تفهم؟ ما شاء الله والله كبرنا عشانك اخوي الصغير وعشان خاطر الشايب اللي بالبيت بين الحي والموت. ابعدي لك اياها هالمره، تعوذ من ابليس يا فوفو. هيني راشد مصير الشمس تغيب وخبري بان والايام ضيقه. يلا يا بابا يلا. طيب يا بابا أنا الظاهر أني طولت بالي عليك وعطيتك وجبة زيادة، ولما تعطي وجه للورع يزيد حاله. إذا كان أبوي أعطاك دراهم عشان تشري بيت وسكتنا فهذا من راسك الراسة، لك تتدخل بحسابات المحل أقسم بالله لا أطبق أم المحل على راسك وأطردك طردة كلب. تسمع ولا لا؟ يا عشان تسرق براحتك صح؟ ولد إيش فيه؟ ما في شيء يبه إلا يبقى فيه، ولدك جالس يتدخل في أمور ما تخصه. لا حول ولا قوة. تدخل؟ ليش ما تقول له؟ قل له على الحسابات، تكلم. بس يا ولد، عيب. أنا قايل والله إن وجهك مو وجه التجارة، وجودك بالمكان هنا غلط، اطلع برا. راشد، عيب عليك هذا أخوك. يبي شف، شوف ولدك ما شاء الله عليه.
هذه فواتير وهذه فواتير مزوره. يقول لك انا حط فلوس بنك صح؟ نص الفلوس في البنك ونص الله اعلم ما ادري وين تروح. هذه التواريخ شوفها قدامك. شايف التواريخ؟ شوف الفراغ اللي بينهم. ايش هذا؟ يسرق هذا. فاصل! ولا كلمه يا راشد. اسكت. يا ولدي كيف عرفت هالاوراق؟ رحميبه كانت تسجلهم من سنوات. ناظر هذه اشتري الموارد اللي بنشتريها وقاعد اضيف عليها الدبل. ما شاء الله اختلاس واضح. تسرقنا يا راشد؟ هذه تربيتي لك وانا ابوك؟ والله السرقان انت وزوجتك وساقين ام السلام. عقب! بس بس يا ولد 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 بس ولد ولد بس سلام. شو فيكم انتم؟ ما تحجمون احد؟ صوتكم واصل اخر السوق؟ ابوكم موجود اللي ما تستحون؟ قسما بالله لو انكم عيالي لو ما صوتكم على العقاب. بس راشد 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 يبا 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 والله ما نقصد يبا يبا والله ما نقصد يبا تكفى يا جبشي يبا تكفى يبا يبا اسمعني يبا يبا والله ما نقصد يبا والله ما تسوى والله ما تسوى يبا يبا تكفى يا بلا تموت يبا 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 تكفى يبا 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 تكفى يا بلا تموت سلطان! خذيت فلوس أبوي، خذيت ساعاته وخواتمه، نحن مداركم حتى السبحة اللي يستغفر فيها ربه ويسبح. ما تركتوها سرقتوها أنت وزوجتك، أنتم ما بوجيهكم دم. راشد، ترى اللي جمعنا مات الله يرحمه. كان يكتب الفلوس، خذ اللي وراي واللي قدامي، ما عاد تفرق. فيصل تكفى خلنا نتكلم. رحمة، خذ خالتي وادخلي جوا. راشد، أنا بس الكلام اللي قلته. وزي ما قلت لك. اللي يجمعنا مات وانت راك اخوي وسندي وظهري. ادخل ولا تكسرني. تراك اكلت راسي بالكلام اللي لا قدمه لا اخر. هالكلام اللي لا طعم ولون شبعت منه. وبيتك هذا اصلا كله حرام بحرام. ويكون في معلومك ان كانك تبي تاخذ هلله واحده من حلال ابوي حامض على بوزك. ترى البيت والمعمل والمحل ترى كلهم لي. انا اللي بنيتهم، انا اللي سويتهم بعرق جبيني وعلى كتوفي يوم انك كنت تهيت مع السمرمة توالي الليول. الله يرحمك يا ابوي. ترى حلالي وحلالك واحد يا راشد. ما تفرق. ما تفرق. زين. فهمت الحين. ما تفرق.